رئاسته لجنه حقوق الانسان لم يتعرض لضغوط، اي ضغوط يعني كان بيتعرض ليها؟ يعني هو كان بيتكلم بيقول ان الدكتور علي عبد العال بيتربص بيه من اول يوم في اللجنه، بيتربص بيه ازاي وهو دخل انتخابات حره وبقى رئيس اللجنه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا شغالين من اول يوم في عمر مجلس النواب حتى النهارده الساعه 12، لان يعني النهارده الساعه 12 هو ما جاش اللجنه وعملنا اللجنه وكنت انا رئيس اللجنه النهارده. طيب فين التربص وفين التعطيل لعمل اللجنه؟ ما فيش الكلام ده طبعا، كل اللجان شغاله، ولكن السيد النائب محمد انور السادات يعني كان شغله الشاغل ان هو السفر خارج البلاد اما لمنظمه الحوار الانساني واما لمنظمات حقوقيه، هو له علاقه بيها شخصيه لان هو له جمعيه حقوقيه وله نشاط حقوقي يعني شبه عالمي. المفترض يعني ده يعني بخارج شغل اللجنه، شغل اللجنه المفترض احنا بنهتم بالشان الداخلي، المفترض الشان الخارجي اللي بينظم الوقود فيه زي ما اللائحه قالت الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس هو اللي بينظم الوقود اللي بتسافر للخارج، كان هو شغل شاغل الوقود اللي بتسافر للخارج في حتت معينه، مفيش بقى يعني تربص باللجنه ولا في حاجه. طيب اشكرك شكرا جزيلا النائب عاطف مخاليف وكيل